اهلا بيك فندم، اهلا بيك. تعقيب حضرتك على فكره التزييف وفكره فبركه الفيديوهات، انتوا كمستقبل وطن او بتكلم هنا على الاحزاب بشكل عام، شفتوا ده ازاي ومحتاجين الناس تعرف ايه؟ لانه اعتقد ان انتوا لازم يبقى ليكوا دور ودور مهم. فكره الفبركه والتزييف على فكره هي ليست فكره جديده، واحنا متابعه للفتره الماضيه هتلاقي. انا بتكلم على الفيديوهات اللي حصلت تزييف امبارح تحديدا. بالتاكيد، ما انا هاجي لحضرتك. اتفضل. دي فكره بتبثها كل القنوات المعاديه، ودي احنا امام حرب معلنه، لابد ان احنا نقرر ان احنا امام حرب معلنه على الثوره المصريه وعلى الجيش المصري. من قبل القنوات بقت معروفه بالاسم، ودول بقت معروفه. ايوه. وثبت بقى ذلك باليقين، وبقى بشيء يعني فاضح، وبشيء يخلو من كل الاخلاق ومن كل الاعراف ومن كل المبادئ. نعم. ما بثته بالامس قناه الجزيره وخلافه. نعم. هذه القنوات اللي بثت فيديوهات وصف بهم الفجاجه، انهم فيديوهات مصطنعه، وباين على فكره فيها الاصطناع، وباين على فيها انها بتاخد نفس الفيديو وبتنقله لاماكن ثانيه وباسم. نعم. اماكن ثانيه، باينه قوي 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 قوي. نعم. ان احنا امام حرب بتقودها هذه القنوات وبتقودها هذه الدول ضد مصر، والكلام ده احنا مش جديد علينا، لان احنا عارفين مدى العداء اللي ما بين هؤلاء، وان هم كانوا متخيلين ان بالعكس الحمد لله تعالى امبارح والنهارده هو ثابت الواقع بقى الارض المصريه، قد ايه الشعب المصري متماسك. نعم. وقد ايه الشعب المصري فضح مؤامرتهم، وقد ايه الشعب المصري قاري لمؤامرتهم ومستوعب لمؤامرتهم. وزي ما سمعت من حضرتك لسه حالا وانا داخل على التليفون، فعلا ان هم كانوا واصلين لحاله من حالات الافلاس، هم كانوا واصلين في الفتره اللي فاتت مش لاقيين حاجه يتكلموا فيها، مش لاقيين حاجه يتحدثوا فيها، وصلوا لمرحله ان خلاص مرحله من مراحل الافلاس والفاضح اللي اكتشفه المصريين. هم بدأوا الوقت ما صدقوا لقوا فرصه لماتش كوره وناس، بالعكس شفنا هذه الفيديوهات، يمكن في جزء من الجماهير كان طالع يحتفل بفوز الاهلي امبارح، رقبوا هذه الفيديوهات. يمكن انا لسه من شويه كنت بعرف حاجه، ان سهل الوقت ان حتى تستبرك الفيديوهات اللايف، ان يتعمل فيديوهات هي فيديوهات لوقائع مختلفه يتحط عليها انها لايف، وتحط عليها حتى اصوات وتركب عليها. دي برامج سهله قوي انها تتركب الوقت، وبرامج انها تنزل وتعمل مثل هذه الفيديوهات. اي حد يقدر يعملها وقاعد على التليفون. مش محتاجة حد متخصص. لا خالص خالص. بسيطة. وعلى فكرة برضه بس هو الشعب المصري أراها امبارح واكتشفها امبارح واكتشفناها. ولكن احنا برضه لابد ان احنا نقول بقى ان احنا لينا كدور، لان احنا برضه يعني معلش اسمحي لي، احنا امبارح شفنا الإعلام كان في تقصير كبير جدا جدا لمواجهة هذه هذا التزييف وهذا العداء وهذه الحرب المعلنة. احنا أمام حرب، لابد ان احنا نقر ان احنا أمام حرب معلنة من قبل هذه القنوات ومن قبل هذه الدول. لابد ان احنا نواجههم بقى بحربهم دول. امبارح ما يدعونه انه تحرك شعب، الكلام ده كله كان موجود على الفيس وعلى وسائل التواصل فقط. ده انا عايز اقول لحضرتك انه السوشيال ميديا ادعت كذبا بانه في شاب اسمه احمد ابو ليلى ده اتقتل في اسكندريه. الشاب ده تعاضوا في حالات القتل اللي وصلوا لاربع حالات. الشاب ده بيقول ما تصدقوش الفيسبوك، احمد ابو ليلى نفسه بينشد المصريين بيقول لهم ما تصدقوش الفيسبوك، طلعوا الخبر يا جماعه على الشاشه، ما تصدقوش الفيسبوك، لانه هو ما عرفش بانه هو اتقتل الا لما لقى قرايبه واصحابه واهله بيسالوا عليه في التليفون وقال لهم انه الكلام ده ما حصلش. فيعني في اكتر من كده. لا، هم تخيلوا انه ممكن يعيدوا الماضي في احداث 25 يناير مع الفرق الكبير ان هم ياججوا بقى المشاعر ناحيه المصريين بادعاء حالات قتل وبادعاء حالات وفاه وبادعاء حالات اصطدام ما بين الشرطه وما بين الشعب، انه كده ياجج المشاعر يقدر بقى يقدر ان لك لا الشعب وعى، الشعب وعى وقد ايه وعى بقد ايه الحرب اللي هي بتواجهها دولته المصريه بجيشه بجهويه شرطته. فصعب ان خلاص بقى مثل هذه الشعب، بس احنا واجب علينا بقى برضه، احنا لابد ان احنا نرجع، واجب علينا كاعلام، واجب علينا